بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيب الطاهر الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حسن النية. نكمل من حيث وصلنا في الحديث القدسي، قال: فإذا أحببته. هذا الحديث قدسي، يعني في أوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنا وصلنا. فإذا أحببته، يعني إذا صار هذا العبد مقربا، إذا صار قدره عند الله تعالى بهذه المنزلة، بهذه الرفعة، إذا صار وليا. قال: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفي بعض الروايات وفؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي يتكلم به. كنت يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفؤاده، على الرواية بعض الروايات وفؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي يتكلم به. هذا يقال له في اللغة العربية من المجاز، هذا من المجاز. في أمرين باللغة العربية، شيء يقال له الحقيقة، وشيء يقال له المجاز. يعني إذا قلت مثلا: كنت في الغابة رأيت هذا الحيوان الذي يقال عنه ملك الغابة، تقول: ما هذا؟ يقال لك: هذا أسد. أسد، هذا على الحقيقة أسد. أما إذا رأيت بطلا مقداما شجاعا تقول: هذا أسد. هذا على المجاز، ليس على الحقيقة. هو ليس أسدا، يعني ليس تلك البهيمة التي تعيش في الغابة ويقال عنها ملك الغابة. إذا مجازا يقال عنه هذا البطل، هذا الشجاع، هذا المقدام، يقال عنه هذا أسد. هنا في الحديث: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ما ليس معناه أن الله يصير هذه الحدقة، وبصره الذي يبصر به، ليس معناه أن الله يصير هذه الحدقة أو هذه الأذن، ويده التي يبطش بها، ليس معناه أن الله حقيقة يكون يده لهذا الولي هذه الجارحة، ليس معناه أن الله تعالى يدخل فيه يحل فيه، ليس هذا المعنى، إنما هذا على المجاز ليس على الحقيقة، ولا يجوز حمله على الحقيقة. بعض الملاحدة حملوا هذا الحديث على الحقيقة، قالوا: الله يدخل في هذا الولي يحل فيه. إذا صار الشخص من الأولياء، على زعمهم يقولون الله دخل فيه، تلبس فيه، يعني كما يدخل الجن جسم الإنسان، هكذا يقولون. هؤلاء كفرة والعياذ بالله تعالى. كيف يكون الخالق هو المخلوق؟ لا يكون.
واحدة من هؤلاء الملاحدة تدعي التصوف، تدعي أنها نقشبندية، هي قالت لو لم يكن الله داخلا في أنا كيف أحرك يدي. الله تعالى قال الحمد لله رب العالمين، كلنا بنقرأها في الصلاة سورة الفاتحة، فكر فيها. الحمد يعني الثناء باللسان على الله على الجميل الاختياري، يعني على إحسانه على تفضله من غير أن يكون ذلك واجبا عليه. الحمد لله يعني الحمد للذات المقدس، الثناء باللسان على الذات المقدس الذي لا يشبه شيئا، رب العالمين، هذا الذات المقدس هو رب العالمين، هو مالك العالمين، رب العالمين مالك العالمين. إذن الله تعالى شيء، العالمون شيء آخر، الله شيء لا كالأشياء، العالمون غير الله. بدليل هذه الآية الحمد لله رب العالمين يعني مالك العالمين، العالمون مملوكون لله تعالى، المخلوقون. فما رب العالمين يعني خالق العالمين، إذن هو الخالق، أما غيره فمخلوق، كل ما سوى الله تبارك وتعالى مخلوق. يوجد جماعة يقال لهم أهل الوحدة المطلقة، جماعة ضالة ملاحدة يدعون التصوف، يقال لهم أهل الوحدة المطلقة، وناس آخرون يقال لهم أهل الحلول، وكذلك هؤلاء أيضا جماعة من الملاحدة. هؤلاء لهم كلام كفري صريح بالكفر، وكذلك أولئك لهم كلام صريح بالكفر. أهل الوحدة المطلقة، ليش سموها الوحدة المطلقة؟ لأنهم يقولون العبد هو الرب والرب هو العبد، يقولون الوحدة المطلقة، يعني إذا قلت العبد معناه أنت تقول الرب، وإذا قلت الرب معناه أنت تقول العبد. يقولون الله والعالم شيء واحد، يقولون كالماء مع الثلج، يعني عندك قطعة ثلج عندما تذوب ينزل الماء، يقولون الله والعالم كالماء والثلج، العبد والرب عندهم على زعمهم كالماء والثلج. أما أهل الحلول فيقولون الرب يدخل في العبد يحل فيه. هؤلاء وهؤلاء من أكفر خلق الله، هذا الكفر من أشد الكفر، من أشد الكفر، ولو انتسبوا إلى الإسلام. وتجد بعضهم ذا لحية طويلة وعمامة وقميص إلى نصف الساق، لا يغرنكم هذه المظاهر. إذن ما معنى الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها؟ معناه إذا صار عبدي من الأولياء أنا أيسر له ما يريد بسمعه، أحفظ له سمعه من أن يعصيني بسمعه، أحفظ سمعه من استعماله في معصيتي.
وأيسر له ما يريد ببصره، فأحفظ له بصره عن استعماله في معصيتي، أحفظ له سمعه فلا يستمع إلى ما حرم الله، وأحفظ له بصره فلا ينظر إلى ما حرم الله النظر إليه، أحفظ له يده فلا يمدها إلى الحرام، لا يستعملها فيما حرم الله، وأحفظ له رجله فلا يمشي، فلا يستعملها فيما حرم الله، لا يمشي بها إلى الحرام، وأحفظ له قلبه فلا يعتقد به ما يخالف شرع الله، وأحفظ له لسانه فلا يستعمله فيما يخالف الشرع. هذا معناه. هناك تفسير آخر لهذا الحديث، أن الله تعالى يعطي هذا الولي قوة في السمع وقوة في البصر وقوة في البطش، البطش معناه استعمال اليد، وقوة في الرجل، فبتسمع بصير في كما حصل لسيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يخطب على المنبر في المدينة المنورة، وإذا به يخرج عن موضوع الخطبة ويقول: يا سارية الجبل الجبل. الله تعالى كشف له جيش المسلمين في بلاد ما وراء النهر، وكان قائد جيش المسلمين في تلك البلاد سارية بن زنيم، فرأى أن العدو يريد أن يلتف على المسلمين يحيط بهم، فنادى من على المنبر في المدينة المنورة: يا سارية الجبل الجبل، يعني يا قائد الجيش إلزم بجيشك الجبل، اجعل الجبل خلف ظهرك. فسمع سارية صوت عمر، كم كرامي فيه، الله كشف له فرأى مع وجود كل هذه الحواجز، الله تعالى جعلها له كالبلور، بلاد شاسعة بعيدة، وأوصل صوته إلى سارية وأسمع سارية صوت عمر. الله تعالى جعل له قوة في بصره وقوة في صوته، فأوصل صوته إلى بلاد ما وراء النهر. هذا معنى كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، هذا من معاني هذا الحديث. ويده التي يبطش بها، يعطيه قوة في البطش، ليست قوة عادية، كذلك في المشي، في أولياء بسموه من أهل الخطوة، هذا معناه، كما حصل مع الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى. جلال الدين السيوطي نسبة إلى أسيوط بمصر، قال مرة لخادمه اسمه محمد بن الحباك: تشتهي أن تصلي في مكة؟ بمصر كان. تشتهي أن تصلي في مكة؟ قال: نعم. قال: بشرط أن لا تخبر أحدا عن ذلك ما دمت حيا. قال: أفعل. قال له: أغمض عينيك. أمسك بيده، قال: مشينا ثلاث خطوات، قال: افتح عينيك. فإذا هو في مكة، قال له الإمام السيوطي:
أنا لا أتعجب من أن تطوى لنا الأرض، لكن أتعجب من أن أحدا من أهل مصر ما عرفنا. سبحان الله. ثم قال له: أنا أعود إلى مصر، فإن شئت أن تبقى إلى موسم الحج تبقى، وإن شئت ترجع معي. قال: أرجع معك. قال: أغمض عينيك. فمشى معه خطوات، قال له: افتح عينيك. فإذا هم في بيتهم في أسيوط، طويت له الأرض. العلاء بن الحضرمي الصحابي الجليل رضي الله عنه كان قائد جيش المسلمين في ناحية البحرين، ليست البحرين التي هي اليوم تسمى البحرين، بل اسم البحرين يطلق على بلد أوسع بكثير، ليس فقط هذه الجزيرة، قلصوها كثير الأيام، لا هي أوسع، يعني تشمل قطر وغير قطر، أوسع من ذلك، كل هذه المنطقة كانت تسمى البحرين. فكان في ناحية البحرين يجاهد في سبيل الله ومعه جيش من المسلمين، وكل الجيش الذين كانوا معه من الأتقياء، كلهم من الصالحين. تخيل، كل أفراد الجيش الذين معه كانوا من الأتقياء الصالحين. فوصلوا إلى مكان فيه ماء بحر، وكان الكفار أعدوا مراكب لهم، فركبوا مراكبهم وقطعوا هذا البحر، هذا النهر الكبير. المسلمون ما كان عندهم مراكب، ظن الكفار أنهم انتصروا عليهم، من أين كيف يقطعون البحر، فلن يستطيعوا الوصول إليهم، هكذا ظنوا. لا هناك جسر ولا هناك سفن حتى يصلوا إليهم. وكان العلاء بن الحضرمي من أهل الأسرار، الله تعالى أعطاه سرا، عبارة إذا قالها وطلب من الله تعالى الله يعطيه طلبه. كان سره: يا علي يا عظيم. فقال: يا علي يا عظيم، وقال للجيش الذي معه: قولوا يا علي يا عظيم. ثم دخل الماء، مشى على الماء وهو يقول: يا علي يا عظيم، وأشار للجيش أن اتبعوني، فتبعه كل الجيش يمشون على وجه الماء، حتى إنه لم تبتل أقدام أفراسهم، الخيول التي معهم لم تبتل، الله جعل لهم الماء كاليابسة، تنظر إليه ماء لكن جعله الله لهم كاليابسة. الكفار لما رأوا جيش المسلمين بالخيول يقطعون البحر خافوا، دخلهم الرعب، يعني الذي يرى مثل هذا المنظر من يقاتل بعد ذلك؟ يعني لسان حال الكفار: نحن من نقاتل؟ من هؤلاء الذين خاضوا البحر ولم تبتل أقدام أفراسهم؟ فهربوا إلى ناحية يقال لها دارين، يعني الذي ينظر في كتب التاريخ في كتاب ياقوت الحمو يعرف، هؤلاء أعطاهم الله القوة في أرجلهم بسبب تقواهم. الله تعالى قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الوصول إلى هذه المرتبة يحتاج إلى أمرين: علم وعمل فقط.
يحتاج إلى أمرين: علم وعمل. تريد أن تصل إلى ما وصل إليه هؤلاء، تعلم واعمل بعلمك، تعلم العلم النافع الصحيح الصافي، علم الدين، واعمل بما جاء في شرع الله تبارك وتعالى تصل. لكن أكثر الناس لا يفعلون هذا، أكثر المسلمين لا يفعلون هذا، ولا سيما في هذا الزمن. كل الجيش كانوا من الأتقياء عند العلاء بن الحضرمي، كل الجيش. ليش عم نقول كانوا من الأتقياء؟ أولا ساروا على وجه الماء، هذه كرامة. ثم في أثناء عودتهم العلاء بن الحضرمي مات في الطريق، مات خلص عمره، توفاه الله تعالى. فالذين معه حفروا له دفنوه، ثم قال لهم قائل: من هذا الذي دفنتموه؟ قالوا: هذا العلاء بن الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما جزاء صاحبكم تتركونه في هذه الأرض؟ إنها مسبعة، دفنتوه في مكان كثير السباع، قد تأتي السباع فتحفر القبر فتأكل جثته، تأكل جسده. فرجعوا إليه فنبشوا القبر، حفروا القبر فلم يجدوه، ما في يعني، ساروا قليلا رجعوا لم يجدوه. ثم وجدوا، رأوا أن قبره قد اتسع على مد بصرهم، كل الجيش رأى ذلك، ورأوه قد ملئ خضرا، صار خضرة، ووجدوه يتلاطم نورا، أمواج من الأنوار في قبره. أين ذهب جسده؟ يحتمل أن بعض ملائكة الرحمة حملوه ودفنوه في المدينة، لعله كان سأل الله تعالى أن يكون موته دفنه في المدينة المنورة، فيحتمل أن بعض ملائكة الرحمة حملوه إلى المدينة. قال: ولئن سألني لأعطينه. هذا الولي كما حصل مع سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، سعد أحد العشرة المبشرين بالجنة، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم أجب دعوة سعد، يعني جعله من مجابي الدعوة. في زمن بني أمية بعد ذلك، واحد من بني أمية ظلم سيدنا سعد بن أبي وقاص، وكان يقول: هذا المال نحن نتصرف في، هذا الأموي نحن نأخذ منه، نحن نعطي من نشاء، نحن نمنع من نشاء، يعني بغض النظر هل لنا حق في ذلك أو لا، نحن المتحكمون. فقام سيدنا سعد يريد أن يدعو عليه، لما رأى أن سعدا يريد أن يدعو عليه تراجع، قال: إنما المال مال الله، إنما المال مال الله. رجع فورا عن كلامه، خاف، لأنه كان يعرف أن سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة. سعد بأيش نال هذه المرتبة؟ بتقوى الله. أول قدم للعبد في التقوى أداء الواجبات واجتناب المحرمات، هذا أول قدم في التقوى، أداء الواجبات واجتناب المحرمات. ثم يترقى العبد بعد ذلك بالنوافل،
وكلما زادت خشية الله تعالى في قلبه زادت درجته. في أيام سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وأمدنا بأمداده، يعني في القرن السادس الهجري تقريبا، واحد يقال له ابن المحتشم، ابن المحتشم، هذا جمع جماعة وخرج على الخليفة، خرج على الخليفة، جمع جنودا وأناسا وصار يضايق الناس، مسلم، الرجل مسلم. ففي ذلك الوقت الناس كانوا يهربون منه ومن جنوده، لما يرونه دخل بلدة قرية مع جنوده يهربون، فكانوا يلجؤون إلى حي الإمام أحمد الرفاعي حيث يسكن الإمام الرفاعي، وكسروا لاجئين حتى صاروا في ضيق شديد. واحد من طلاب الإمام الرفاعي جاء إليه قال له: يا سيدي الحال كذا وكذا، هذا الوضع اللي عنا. قال له: لا تبال، لا تبالي بالأمر، يعني ما تحمل الهم، الآن المحتشمية يعني أتباع ابن المحتشم ينقض جمعهم، يتفرقون، يعني بيفرطوا. قال: الآن، يعني في تلك اللحظة الآن ينقض جمعهم. فهؤلاء الجنود الذين كانوا مع هذا الرجل ابن المحتشم وقع بينهم خصام، اختلفوا معه ثم تركوه، انفضوا من حوله، ما عاد عنده جماعة، بلحظة انتهى الأمر، فارتاح الناس من هذا الضيق. هذا بإيش حصل؟ بتقوى الله، هذا بتقوى الله. هذا له قصة أخرى ابن المحتشم ذكرها الإمام الرافعي الشيخ عبد الكريم ابن محمد الرافعي. مين الرافعي؟ طيب، في مذهب الإمام الشافعي، إمام المذهب شو اسمه؟ المجتهد المطلق. إمام المذهب اسمه المجتهد المطلق، بعده المرتبة التي بعده المجتهد المطلق، وظيفته أن يستنبط، يستخرج من القرآن والحديث أحكام لم ينص عليها في القرآن والحديث صراحة، ما في إنه هذه المسألة مذكور في القرآن حكمها كذا أو في الحديث ما مذكور، لكن اعتمادا على الأدلة من القرآن والحديث الإمام المجتهد إمام المذهب يستنبط مما جاء في القرآن والحديث أحكاما لم ينص عليها لا في القرآن ولا في الحديث، هذا اسمه مجتهد مطلق. بعده في المرتبة مين؟ جماعة يقال لهم أصحاب الوجوه. الوجوه يعني الإمام اجتهد، عمل مذهبا، هذا المذهب صار في كلام للإمام فيه وبيان أدلته، بيجوا أصحاب الوجوه ينظرون في كلام الإمام فيقولون: كلام الإمام في هذه المسألة يحتمل هذا الوجه ويحتمل هذا الوجه ويحتمل هذا الوجه، يستنبطون، يستخرجون من كلام إمام المذهب ليس من القرآن أو من الحديث مما استنبطه إمام المذهب من القرآن والحديث، يستنبطون من كلامه أوجها للمسألة.
يعني مثال هيك على السريع. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أكل لحم الجزور. الجزور شو؟ الجمل. سئل عن أكل الغنم قال لا يجوز. سئل عن أكل لحم الجزور قيل له هل يتوضأ من أكل لحم الغنم؟ قال لا. قيل له هل يتوضأ من أكل لحم الجزور؟ قال نعم يتوضأ. الإمام الشافعي ما ثبت عنده هذا الحديث، ما صح عنده هذا الحديث، لكن قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، هو ما تبين له أن هذا الحديث صحيح. وين بعد مدة طويلة الإمام النووي حافظ من الحفاظ صحح هذا الحديث، ثبت عنده أن الحديث صحيح. طيب جينا للنقطة الثانية، الحديث صحيح ماشي، من أكل الجزورة فليتوضأ. فليتوضأ يعني ينتقض وضوءه ولا فليتوضأ استحبابا يستحب له أن يتوضأ؟ اختلفوا في ذلك، لأنه يحتمل أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام فليتوضأ يعني انتقض وضوءه، ويحتمل أن يكون يستحب له أن يتوضأ. طيب أي قول أقوى من هذين القولين، القول بالاستحباب أو القول بالوجوب أنه يجب أن يتوضأ لأنه انتقض وضوءه بأكل لحم الجمل؟ هنا يأتي دور الطبقة الثالثة من طبقات علماء الشافعية اللي اسمهم أهل الترجيح، اللي اسمهم أهل الترجيح. طيب أصحاب الوجوه بيقولوا كلام الإمام الشافعي يحتمل هذا ويحتمل هالوجه ويحتمل هالوجه ويحتمل هالوجه. طب أي وجه يرجح أرجح من الوجه الآخر؟ بيجي دور أهل الترجيح، وأشهرهم في المذهب الشافعي اثنين، الإمام النووي والإمام الرافعي، عبد الكريم بن محمد الرافعي، اثنين. وإذا اختلف ترجيح النووي على ترجيح عن ترجيح الرافعي، في الغالب في الغالب الشافعية يتبعون ترجيح النووي إلا في بعض المسائل، في الغالب. طب ليش كفتنا بهالموضوع نحن؟ هذا الإمام الرافعي عمل كتابا، عمل كتاب سماه سواد العينين في مناقب الغوث أبي العلمين. مين أبو العلمين؟ الإمام الرفاعي. سواد العينين في مناقب الغوث أبي العلمين، الغوث اللي هو القطب الغوث يعني رئيس دولة الأولياء. من جملة ما يذكر في هذا الكتاب يقول حدثني الشيخ الصالح محمد بن الحسن البزاز. البزاز يعني اللي بيشتغل بالبز، التياب، ملابس. عن الشيخ الورع أبي محمد القوصي قال مر السيد أحمد الرفاعي بموكب من فقرائه، كان معه مجموعة من الفقراء. شو يعني الفقراء هنا؟ الفقراء يعني الصوفية، هذا التعريف لهم اصطلاحا. الصوفية يقال لهم الفقراء بتعبير الصوفية. فكان مع مجموعة من مريديه مروا بأرض يقال لها البطائح. هذا الذي يروي هذه القصة أبو محمد القوصي
قال فأنا في سر إجاي خاطر هيك بقلبه أنكر حال الرفاعي، إنه ولي يعني كبير وإله يعني أحوال هيك بقلبه، ما تكلم. قال فنمت ليلتي، رحت نمت، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام في المنام وهو يثني على السيد أحمد الرفاعي، يمدحه ويقول علم الحقيقة يربي بحاله أكثر مما يربي بمقاله. الأولياء هيك، شيخنا رضي الله عنه رفاعي كان يربي بحاله ويربي بمقاله. انت كيف بتتعلم من الشيخ؟ بس لما تسمع منه كلام؟ لا، اذا بتقعد بتراقب الشيخ بتتعلم. بحاله فيربي بالحال ويربي بالمقال. قال من احبه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الرؤيا من احبه فقد احبني ومن آذاه فقد آذاني. قال القوصي فقمت مرعوبا وأتيته، راح للإمام الرفاعي فورا، فلما رآني تبسم وقال الرجل الكامل يربي بحاله أكثر مما يربي بمقاله، أعاد عليه الكلام الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا. وذكر بعض الرافعي يتكلم، قال وذكر للشيخ أبو الفضل شرف الدين الهاشمي الواسطي، واسطي نسبة إلى واسط، محافظة واسط اللي فيها أم عبيدة اللي منها الإمام الرفاعي، أن ابن المحتشم اللي حكينا عنه كان عنده جماعة أنكر نسبة السيد أحمد، أنكر أن يكون جده الرسول عليه الصلاة والسلام من أهل البيت، فذكر ذلك للسيد أحمد، قيل له يا مولانا يا سيدي هذا ابن الشحنة ينكر أنك من سلالة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال وفقه الله والله إني من طينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولد بضعته الزكية فاطمة وهي تشهد لي بذلك. وين فاطمة؟ وين زمن الرفاعي؟ وقال وكفى بالله شهيدا. شو قال؟ وهي تشهد لي بذلك. فلما جاء الصباح جاء ابن الشحنة ابن المحتشم معه خيله ورجاله ودخل رواق سيدنا أحمد الرفاعي حيث كان يجتمع بالناس والمريدين، وكشف رأسه، شال عن رأسه علامة على التواضع، وقبل الأرض بين يدي الإمام الرفاعي وبكى. فقام الإمام الرفاعي مسح دموعه، دموع ابن المحتشم، قال له أي أخي لا بأس عليك يغفر الله لك. فنظر ابن المحتشم إلى الناس، شو ناس؟ آلاف بيكونوا بمجلس الإمام الرفاعي، آلاف، أهل التفسير، أهل الحديث، أهل اللغة، من كل فن من فنون العلوم تجد أناسا ينهلون منه ويسألونه. مرة من شدة ما سألوه بعلوم مختلفة واحد أشفق عليه، قال لهم للناس، قال خففوا عنه والله لو سألتموه عن كل علم لأجابكم. فقال الإمام الرفاعي فليسألوني قبل أن يفقدوني، فليسألوني قبل أن يفقدوني، إنه أنا حي الآن تعلموا مني. ابن المحتشم نظر إلى الناس قال رأيت الليلة أن القيامة قامت
واللواء على رأس محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة عليها السلام بين يديه، والسيد أحمد الرفاعي عن يمينها في موقف من مواقف القيامة. قال: وأنا على خوف عظيم، فدنوت من السيدة فاطمة واستنجدتها دخيلك يوم القيامة. قال: فأعرضت عني وأقبلت بوجهها المبارك على السيد أحمد الرفاعي وقالت له، انتبهوا، أداك أنكر أن يكون هو من أولاد فاطمة، يرجع نسبه إلى فاطمة. قالت له: يا ولدي يا أحمد، ما أعجب حال هذا الرجل، ينكر نسبك إلي ويستنجد بي، والله لا نجدة له عندي إلا بواسطتك. لتوسط له أنا له نجدة عندي. قال: فالتفت إلي السيد أحمد وقال: يا ابن المحتشم، أمي هذه أدرى بأولادها منك، وعلى ما أنت عليه أنا لك عندها، أتوسط لك عندها، على ما أنت عليه، أنه حسب ما رأى في الرؤيا أنه في خوف عظيم، يعني تائب. قال: ثم أخذ بيدي وقال: يا أماه، هذا مسكين. قال ابن المحتشم: فرمقتني وقالت: الأدب الأدب مع السيد أحمد، السيد أحمد قطعة من كبدي. قال: فقلت: ولذلك جئت أستغفر لذنبي. فقال السيد أحمد: يغفر الله لنا ولك يا ابن المحتشم، طب نفسا، الله يشهد أننا إخوة في الله لله. يعني فهذا الإمام أحمد الرفاعي الذي بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه ننتسب إليه طريقة من طريق شيخنا الولي الصالح العالم العامل سيدنا ومولانا الشيخ عبد الله الهراري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. احمدوا الله على هذه النعمة. من أسرار من يأخذ الطريقة الرفاعية ويواظب على ورد الإمام الرفاعي أنه لا يتخبطه الشيطان عند الموت. عند الموت الواحد يأتيه الشيطان فيريه شيئا كالماء، ويكون الشخص في حال عطش شديد ولا يستطيع أن يطلب الماء ممن حوله، فيوهمه أن معه ماء فيقول له: إن كفرت أسقيك. من كرام من أسرار الطريقة الرفاعية أن الشيطان لا يتخبط المريد الرفاعي عند الموت، لا يحصل له هذا بفضل الله تعالى. قال: ولئن استعاذني لأعيذنه، وفي رواية: ولئن استعاذ بي. هذا يصح وهذا يصح، لكن الرواية بالباء ولئن استعاذ بي أقوى. ليش أقوى؟ لأنه موافقة أكثر للفظ القرآن، لأن الله تعالى قال: فاستعذ بالله. ولئن استعاذ بي لأعيذنه، يعني لئن لجأ إلي يطلب مني العون هذا الولي لأعيننه. ومن كان الله في عونه وفي نصرته، من يقوم بوجهه في وجهه، من يقوم في وجهه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا المقام. نحن شديد التقصير، لكن الله تعالى قادر على أن ينتشلنا من هذه الوحلة التي نحن فيها،
وأن يجعلنا من أهل هذا المقام. نسأل الله تعالى ألا يجعلنا من الذين أن يجعلنا من الذين لا يلتفتون إلى هذه الجيفة الزائلة التي يتقاتل عليها الكلاب اللي هي الدنيا. أليس ورد الدنيا جيفة وطلابها كلاب؟ الله يجعلنا من أهل الطاعة، من أهل العلم والعمل، من أهل الإخلاص، وأن يختم لنا بخير، إنه سميع مجيب. هذا الحديث رواه البخاري، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. غدا إن شاء الله نبدأ بالحديث 39، بعد في 3 أحاديث نخلص بإذن الله تعالى 40 النووية. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم.